محمود البنا، كنت اشتغل في شبكات الانترنت وكان عندي طاقه شمسيه، فعشان نخفف العبء عن الناس وفرنا لهم شحن بحيث انهم يشحنوا جوالاتهم في ظل الوضع انه ما فيش كهرباء ولا في حياه في منطقه النازحين في رفح. والله اجتني انه الكل بيسال وين اشحن، بروحوا بطوابير على المساجد وبروحوا طوابير في الاماكن اللي فيها شحن، وبتلاقي الناس بتقطع مسافات عشان تشحن جوال. فاحنا قلنا اخترنا اكثر منطقه اهتزاز سكان على اساس نعمل عندهم المشروع هذا، ونوفر عليهم مواصلات ونوفر عليهم الجهد ونكون في وسط الناس.